لا عادي ننتظرك ننتظرك لان انا في ابي اخذ ثاري من الناس هنا الله يستر عليهم. اه ثار عندي ابي شعره شعرتين اي ما عليه. بس والله حكم شباب شير احلى حكم اعطيته اليماني. والله صح كلامك يا دمت صح كلامك. اقول لك انت قلت اقول قصيتي انا ذنبت موجاتنا اثنين. اي دمجتين ترى قصيدتين واحده تتكلم عن الشخصيه الانهزاميه واحده عن الشخصيه لما تنتصر على المحبوب يعني حس تكفى حس اترك المسخره والعبط والهستيريا هذا كلها كلمني جد جد تكفى حس والله جد يقول من سالكم بالله فاعطوه اسالك بالله تعطيني الجواب الصحيح ابشر قد حبيت في حياتك ابي اكلمك جد حس العبط والمسخره خله على جد والله سالتني بالله وجاوبتك والله يحسحس والله كم مره 20 25 لا كم مره حسحس مره واحده يا ليتني اعرفك وقتها قسما بالله الا تاخذها من اهلها اي والله لا هي بعدي موجوده ترى انت موجوده وهكتك ها عندكم بالعراق ولا بلد ثاني حس حس ناصر توهق والله ما توهق ولا اخو نايف اذا ما اخذ بشتي واروح اخطب لك والله ماني اخو نايف والله كفو قسما بس اسمع بنات الناس مو لعبه اصمل والله كفو اصمل بنات الناس مو لعبه اذا صدق والله العظيم يا حس اني لاخذ غترتي وعقالي وبشتي ولنزل مطار بغداد بالبشت واني لاجيك ونروح عند اهلها ونخطب وش فيها يا اخو جايين نخطب بنتكم طقينا الباب حنا والله كفو منك والله ابشر بالسعد والله يمكن اسويها النوبسي انا اخطب قسما بالله اذا انت صامل دق على اخوك وشوف والله لاجيك بغداد واخليك تخطبها شو بيسوون بيذبحوني شو بيسوون يا هي من بغداد لا يقول من هو راح ينزل مطار بغداد بس هي مو بغداد عاد ايش اسوي هناك انا وين راح تنزل عاد وين هي ما اقدر اقول ناصر لا يعني العراق ولا برا العراق بالعراق ها تمام بسيطه اي بسيط دام بالعراق بسيطه كتشوت انا بيجي على عرسكم خلاص ايه تم يقول له اسمع يا ناصر يقول له شوفون اذا مو هاي السنه برقع عرس غطيتها مو زلمه وين عاد عالزلم الا اخذ الحبيتها كفو والله كفو حس فيك صمله شنو يعني هاي يعني فيك اراده ايه والله توكل على الله واستخير وتوكل على الله وكلمني والله بحال الله ان شاء الله قسما بالله لا ارزف بالسيف بعرسك لا فدوى لكلبك ما راح ينحارب لا هذه عادات وتقاليد عندنا عرضة ما تعرف العرضة بالسيف ايه بالسيف إيه. لازم يذبح سيف يذبح. يذبح خالك يذبح شنو يذبح لا يجينا باند يا ولد لا يذبح خروف قام يتصلون علي اقول لكم مو وجه عرس والله ما يصمل والله طيب انا استغل الوقت بعد اروح اتوضا واصلي ايش رايكم انت كمان تروح بروح اصلي واجيكم تمام يلا روح انا ابغى اطلع اروق اللي جيبت حس انت كمان تروح حس أنا السلام عليكم يا الله يا الله يا الله شكرا ها شنو هذا وين راحوا من يعرف وينه ناس اللي راح يصلي حس من يعرف تعالوا فينكي فينكي وينكم يا اخي حس حس ناصر ناصر حس تعال الى هنا
كان في نميمة عمار. وشنو نميمة ايش سووا قولي؟ تعرف حس حس عاشق حدا. ما شاء الله. ناصر قال اني اجي على عرق، قال نطلب البنت وقال نعمل عرس. كفو. اتفكوا هذا الشيء. حلو. شو وقت؟ من يعرف. حس حس حيب في عمره بس واحد مرة، وهذه البنت نفس البنت راح تخطب، راح يخطبها وناصر راح تطلب البنت على حس حس. والله منو البنت؟ من يعرف مش. ها يعني. من بغداد. يعني ما يعرفون البنت ولا بعد ما يعرفون توهم يروحون يخطبون؟ أي حس حس يعرف البنت ناصر مش يعرف. أني سألت قال يمكن من بغداد، قال بغداد، قال يقول اسمها رحمة. إن شاء الله يعني إن شاء الله إذا تحبون بعض ويريدون بعض ليش لا تزوجون وأنا أول الحاضرين، أنا راح أغني بعرسه أصلاً. الله راح أغني مبروك عليك بنت الحلال، مبروك عليك ملك الجمال، حلوة وأميرة، حلوة وترضى بحصيرة. لا تشذب، ما حد يرضى بحصيرة بهالوقت. حصيرة شيرين. حصيرة يعني شو اسمه يعني اللي بالقاع يحطونه بدون شو اسمه ذهب شيرين. لا شوف لحظة سكت بس لحظة. ذهب حصيرة. هسه أنا طلع ليش بالشيء صار. تمام. يعني ترضى بحصيرة يعني لو يكون بالبيت بس هيجي بس شيء شلون أوضح لها؟ كاربيت يعني مثل سجادة يعني لو بس هذا موجود بالبيت يقول عادي هي راضية ما يهمها المال والدنيا والش اسمه الموم يهمها حس بس يعني فيقول مبروك عليك بنت الحلال مبروك عليك ملك الجمال. هلا ناصر شلونك؟ مش تعرف الموضوع تمام؟ اوكي. ايه ناصر ايش سولفتوا ايش حكيتوا؟ ايه؟ اريد بس اسولف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسه تمام اسمع تمام. عليكم اموري ناصر شلونك؟ شكو ماكو؟ والله الحمد لله مشتاق لك. واخيرا القست الرباعي اخيرا اقول لك ايش صار بينكم بس يا ليت القست الساعه 12 كان والله يوم بطاريه ضعيفه قول حبي قول صار وش ايش صار دار الحديث ما حديث بغيابي احكينا شويه جبنا طاريك بالخير وتكلمنا عن طيبتك يا عموري شكرا اي والله الله يطول لي عمرك ويحفظك يا رب وبعد ايش بك حس دراما صارت الشيلات تسمع يا ابوي الماردتها ببيتك يريدونها اليوم زفتها وخذوها يا الهنود عجتي تخيب يا تظنون كلش ما كسر خاطري ما ادري ليش كلش ما اثر فيني لحظه انا مش فهمت انا فهمت بس ما اثر فيني ما ادري ليش تعال بس حس منو زفوا منو ما ادري قصيده جت اه رجعنا فريق انا وانت يا دمت ما زيد سلام لا تكلمين ولا كلمت دمت اكتبوا لي كومنتات من احكام وجل نعم ها حس شنو يوك يوك يلا نديل شباب تكبيس احكام تكبيس عمار ايش قالت لك دمت يوم طلعت انا عمار اخوي ما يكذب علي مستحيل عادي بس يعني سلمت علي واخبارك امورك هيك بس ناصر نعم. ترى برجع للفار الكومنت يم كل حكت على ناصر تمام على ناصر الوعد في الاكسبلور نعم ناصر راح يخطب ناصر راح يخطب كومنت قال علي اني ناصر راح تخطب ايه حبيت كمان ناصر ايه ما شاء الله شنو بس انتم كل يوم طالعين اشاعة انتم انا بعد اطلع ايه يلا شوقت حتى نجاني وحس بعرسك قول والله تحضرون والله نجي شنو لو اسويه في الصين حتى لو بالصين عادي بس نشوف فيها زاني اجيك بالصين اوه فيزا بس يكون يسالون الفيزا حس تكفى انا اختفيت عن الدنيا 10 سنين ورحت الصين الناس تسأل وين ناصر أنا في الصين وتزوجت بالصين
وجيت انت وعمار ودمت تحضرون عرسي، شلون تتكلم معي؟ انا لابس بشت بالصين، شلون تتكلم معي؟ ناصر واو يو عمار جد قول لي انا ما ادري، انا راح شيء كردي شويه واخلطها بشويه بالصيني. دمت وني هواو دمت انت من يعرف صين يعني اي شيء يعني مبروك. مبروك بالصيني صح؟ مبروك. صراحة حس اللي ضبط اللهجة. ايه حس عنده كل شيء واو 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 كل لهجة، حتى الانجليزي عنده واو واو كله. عبالة لكنة هيك الموضوع. والله وانا ضحك علي يقول انه مواليد الصين وكان يدرس طالب هناك. والله طالع يضحك علي حس بالله. عندي مواهب تجبرني اروح. حس مثل شوف عم راح احس انه بيرمي يا عليك يا علي. والله في لا لابس انا لابس ازرق ما سكور مرحب افا عمار عمار شكرا. ها قطة ها حس لا ما فهمتني شنو يا ربع جاني تمزق لطيفة شكرا عيوني الا اليوم لطق عندك ما فهمتني خلاص راحت لا بالله شنو راحت يا شباب عندي إصابة هنا تتوقعون شنو السبب من كرة القدم برد حلو كرة القدم برد حس عندي إصابة بالضلع السادس شكرا مهندس انت بس مو ضرس ضلع هاي بسبب روحتك للصين الله عليك من الصين ايوه صح برافو عليك خطير خلاص يا الربع عمار لحظة ناصر شوف شكرا هاي المقابل يا الله هذا من رعب ما راح يسوي سحر هذي بطاني اصبر دمت راح يسوي السحر بس واو كريستينا واو ما شاء الله شنو هذا يا حس معقوله دمت معقوله واحد يصير اثنين عنده اصبعين احنا ما ندري عنده جن شوف ناصر خوف والله علي سوالف هذا مستحيل شنو هذا واحدة ثانية حس واحدة ثانية عشان تجيب دليل انك صدق صح حبيبي احكام يا واحدة ثانية تعال جولتين وصدق حبيب قلبي جولتين صح جول هذا قوانين صح اداب تقاليد عمار بالضبط برافو خلاص يلا حس نبي واحدة ثانية عشان تثبت للجمهور انك ساحر حقيقي بس بدون ما تختفي غير شيء وبدون اصابع ذبحني يوم قط السجادة بدون كل شيء لا بدون الاصبعتين هاي خلاص عرفناها شيء ثاني يا ربع تكسرت من الجلسة والله بوقف
وين زان؟ شكرا. شباب الجولة بيها كمان. شفتون شيشه؟ شوفوا لما يجي دبل بالبلدات كان تمام حتى انا يعني. شنو السحر كبه؟ ما عنده سحر سيدي جديد. ما عندي لازم اللي حضر رساله لازم اللي حضر العاب خفه هاي. صح. طيب بكره حضر؟ بكره تفرجنا. اي 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 لقيتها تذكر لحظة. يلا. إذا ما جانا فانت كلنا. راح نروح حضر ناصر. دمر ناصر ايش راح يسوي؟ وخري وخري والله العظيم بيخرعكم وخري. ماني عارف هسه اسوي لكم شيء ما صار. موسيقى ماكو ترى. بدون موسيقى ابشر بس ترى القورطه لان هذا يسمونه شعره بالورقه. شعره بالورقه شنو؟ اي هذا اسكنبيل. شنو يعني شعره بالورقه؟ هسه اسوي لكم اللي بتدور لعبه مال خفه. هذه اسكنبيل يمكن. لحظه شو اسوي؟ شاهد صور داتكم تمام شباب الدبل. دقيقة مو على الموبايل الدنيا دقيقة دقيقة صوفيا دقيقة مارو دقيقة شنو دقيقة دمت شنو؟ الحين عم ينزلوا الحين شنو ينزلون؟ على الدبل حاجة دبل صح حاجة صغير ورد دبل وردتين ما لهمش لازمة كيف كل كان؟ شباب صوفيا دقيقة لسه ما بلش الدبل يا ربي الحين شكرا عمار بردان نعم شكرا والله كيكر مرزان ثانك يو يا الله ام جيتي ام جيتي قلتي حس ارجع هو المجلد ده ولك شكرا الله يشكرك يروح شباب كيكس منور كفو والله كفو اللي اندمت وادي يا حبيبي كتشوف والله وكفو وادي والله ما تقصر شكرا كلكم والله اللي عندي شكرا عند حس كل كان يا بلد والله وش تسوين اليوم وفا وش تسوين اليوم عيوش كلكم دبليو قسما بالله العظيم شلتوا الليله شيل والله العظيم الله يعزكم قلم امانه منه والله انك صدقتي اللي كاتب رئيس وزراء وين راح شباب يا عمار عيوني هذا راح يسوي فطور ولا يسوي سحر هذا والله لا بس يراد القلم هاي يراد القلم حبر لا اي قلم بس مجرد قلم يلا نعم هذا يسمونه ما شو اسمه هسه ما ادري شو يسمونه هسه شكرا الله هاي امه خبر زين صوفيا يا يوسف خلاص ويا ليون هرمان انجتي قلبتي شكرا كركا كيف راح اورجيكم؟ يبقى باقي نص ساعة اللي يروح ارحب يا ايمان شوف هذا فرس ايه حلو هذا شيء فرس حصان هورس يعني حصان يعني غزال غزال يعني تمام ونشوف كيف يركض من يركض لحظة شنو؟ لحظة ولك الموبايل ركض لحظة عم ننطر خمسة دقايق علش عشان هادي انظر والله ما أدري إيش الشيطان؟ ارجع
شو يقولون بالعراق من سوق الجمعة ساحر؟ ايه ساحر من سوق الجمعة. بوتي ما شو الكلاوات هذا حس حس شو الكلاوات؟ حس 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 سحرك 0%. ما ما خلاص يشطب سحر حس حس امحق سحر. صار نصعب. تدرون من اللي عنده سحر؟ منو؟ لا انا ولا عمار ولا حس حس. افهموا ديمت يا اخي انت جوبتك كلها صح اليوم يا حس حس ما شاء الله. ديمت سوينا لعبه خفيفه. يلا وين السحر ديمت؟ نعم يلا شوفينا وين السحر. الا دخلت عليك ذاك اليوم في اللايف تسوي لهم انت ما ادري شو هذا. يمكن اني كنت اكلم لما اكلم مثلا اني عصبيه عم في ايدي اكلمك كيف كنت اكلم. يعني شلون سوي سوي يمكن هو نفسه شلون سوي سوي يعني مثلا اني اعصب اعمل ترين نين هيك بس هذا مو سهل. انا احسبك تطلعين كذا ارنب وكذا. لا لما اعصب هذا هذه هذه ايوه اوكي سوري 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 اي بس هذا هذه ايوه شوف يا ربع ربع الفاصلة تكفونا دمت ما قصرت أبوريكم شيء عمار دمت حس حس سووف لحظة شيء اليوم فيلم عند مسحار شيشة شوف السحر اليوم سحر وشعوذة شنو السالفة ليش باقي شعوذة حسام أي أغاني من لا لا مو انتم كنت مو انتم تسمعوني ايه نسمع ليش صوتكم بعيد الو نسمع الو 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 عمار 99119 الو عمار نعم. حول ألو. كيف تسمعني اجب كيف تسمعني اجب كيف تسمعني اجب اسمعك خلاص قول الراعي السياره اللي قدامك هذا شوف شوف يطالع ايوه هذا اللي طالع لك نعم. خليه يوخر سيارته خليه يشيل سيارته ايه شيل سيارتك انت يا ابو الهونداي اشتركنا هوندا طيب لحظة شباب جاهزين أوريكم المفاجأة يلا عمار يقول هاي شني حس حس جاسم بيبر دمت سنان عنيكم ناصر وين انت وين؟ هذا انا اخو نايف شوف العقال العقال ماله يجي والله محتفظ فيها عندي بنروح هاي رادة نسخة والله ناصر تدري لا هذه غالية تدري هذه وصلت 50,000 دولار ما بعتها اوه بس تدري هذه يوم من الايام راح تكون هاي لا بدون والله دور عليها دواره والله بدون تحلف يعني راح ندور عليه دواره هاي اي طبعا بس يا ناصر والله احتفظ فيها صار 3 شهور والله محتفظ فيها وصورتك هذه يا عمار شوف صورتك وينه شوف بطلع كذاب يعني هذه هذه تشوفها على شكل وينه هذه تشوفها شفتها شفتها يا اخي صغيره شوي كبرها على الاقل شوي يبين بروحه درب الزوم كله ما غيرت اخو نايف اوانك خايس يا حس حس يا تعبان عمال جنسية عمال جواز عمار صورة الشخصية هذه وين صورتك عمار اخو نايف يا هذه يا اخي صغيرة شوي كبرها يا عيني والله ما شفتها اصغر صورة بالعالم طيب هذا الشرح مو علي اللي يحط الصورة ما علي هذا جزاي حط الصورة صورة شخصية صورة شخصية إيه والله. الله عليك يا دمت والله انت تفهمين والله تفهمين تفهمين هذولا هذولا ناس شباب كبسوا شباب حس حس عمار تشوك بروبلو ما شباب هاي الفاصلة شباب كبسوا فاصلين احنا من الدبل فاصلة فاصلة ها على الورقة جنب رسمك اكتب اخو نايف مكتوب اخو نايف اه اوكي تمام مكتوب اوكي ما ادري اني ما ادري ليش بحلقي مطول لها هيك ليش ناصر شنو هاي لا يقول عساس لأنك كنت تتكلم وأنا أرسمك
يعني كنا نشبه أصلاً الحين هذه المشكلة. يا الربع ترى هالفاصلة كومنت. والله الفاصلة. ناصر اليوم رد أجيب لي شو اسمه. توهق انت. لقيت بلوفر أصفر مثل مالتك. تذكرتني. قلت والله ما أخذه. لا يحكمني ناصر. قلت هذا يجي يحكم علي وبعد يقول لي ها روح البس أصفر. راح يطفي الانترنت. اي والله يقولون بالأربعة ها؟ حسام. يا ربع أنا والله حسب عندي ناس باللايف دائما من أهل العراق. أحسبهم يمزحون والله. لا صح. لا ما يطفي. تدري ليش؟ إيه. أنا شباب الفاصلة الفاصلة. فاصلة شبابي والله. كبسو. لطيفة شكرا. شمو؟ هذه فاصلة كبسون شيشة. شكرا والله شكرا ما تقصرون والله. لطيفة يا لطيفة. وافية وافية عيوني. سلمى ناصر. شعلها فدوة الكومنت. لطيفة لطيفة شكرا. فزنا أيام يا دمى. خذينا التبات خذينا التيك توك رايح جاي شنو إذا خسرنا ليلة؟ شموخ. جعلت أفداكم يا كومنت. لطيفة والله شكرا قسم بالله ما أدري إيش أقول. شكرا كوكن والله الله وجهكم والله شكرا. شكرا يعني. بندوس منور. وقت حس حس ودمت وناصر. شكرا. كل والله شكرا. وافي. حس حس. آه أخوي. احكمني أنا. حكم الأول. حكم. شعر بالمصري. حكم الثاني. أيوة. مصري مصري والله يبدع فيها. حكم دمن. شعر مصري. شعر بالمغربي. الثاني. أنا مني أنا مغربي مصري ما. الواحد. لا لا شوف نسمع من ناصر. حكم نور يا عمري. أي. بعد حكم ناصر نسمع من عندك همينة شغلة حلوة. الحكم الأول شعر مصري. الحكم الثاني تقنين كاظم. الحكم الثالث قصيدة بالإنجليزي. ناصر تعرف إنجليزي؟ إيه راح يتعلم مجبور. حس حس ما نفذت حكم الدوتو. ايوه صادني. اما احكم ناصر اما احكم ناصر. لا انا احكم ناصر. كومنت احكم دمس ولد. ناصر انا دائما انا احكم انا احكم بعض صح. لا انت تحكم دمت قلت من البدايه اخطب. لا لا اغير طبعا. لا لا عمار والله حس حس اطلب احكم ولك ايش نفذ الحكم وهسه سوي دويتو. شوف والله زيد ويدوك. يلا بيض الله وجيهكم يا كومنت تذكرتوني. شكرا 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 شكرا. كنت ناسي. بالله عليك حيث اسوي دويتو. راح اسوي دويتو. ها الحين اسوي. واذا تظن اني ابنساك انسى. والله لحبك لين يوم القيامة. دويتو. يا ربع والله ضحكنا استانسنا. سولفونا عن الحب سولفونا خلينا المواضيع جديه والله يا الربع. انت اليوم ليش دايما ابي احس ها ابي احس دمن ناصر عشقان. والله امان اليوم دايما الموضوع الحب في الناس. اي والله احبكم انت انك على دويتو ناصر انسى. حس سويت على دويتو. اصبر اصبر قبل تنشر اصبر. شوف شوف سويت بالبث هسه سيلفي اخر ما احسب. تظن اني ابنساك انسى. حط صوره. هو بس يعني هو يعني مسلطن يعني. تظن اني يلا حبيب انشرح انشرح حس حس هذا نشر. حط هاشتاك هاشتاك ناصر. اي والله اني احبكم انتي. ناصر احبكم. ناصر الوبير مجموجة مدموجة شنو هذي؟ فاكهة فواكه خضروات هذا شنو هذا؟ كوسة انت ايش تبي؟ باذنجان ايش تبي؟ جمجومة منو؟ شو يقول هذا؟ شو هبد هذا؟ شو هذا مو طبيعي؟ تسعة باذنجان؟ ها جمهور واحد تسعة نشر لحظة ليش صار اصفر؟ واحد نشر دمت سان بليورسن ارموط ارموط؟ ارموط سامبليرسن. شوف النشر شوف تم النشر شوف تم النشر خلاص تم ارموت شديمي بايمن يدي
شوك جزل شوك جزل. اي اد والله العظيم صح. شكرا على القست اللطيف. شكرا على القست. لحظة انا يلا حس شنو احكامك؟ انطقت اياه قلت له قصيده بالمصريت خلني كاظم الساهر قصيده اجنبيه بالاجنبي. حس حس بقول لك شيء، انت متى نفذت حكمي؟ بعد ثلاثة ايام. انا بعد ثلاثة ايام انفذ لك. تتذكر من خليتنا قني موال بالاجنبي هذاك ايام الجاهليه؟ موال سواحلي ناطق اجنبي. خلاص خلينا نشوف اول شيء شنو احكام عمار على دمت، يمكن انت ياثر فيك الحكم. احكامي صح. فنيه نسمع من عنده اغنيه حلوه فنيه. لا لا احكامك على دمت عمار. ايه تغني تغني الله ولا تقول قصه؟ قصه لو قصه لو اغنيه بس انه ما سمعنا يعني تغني. يلا تبون قصه ولا تبون اغنيه؟ نبي قصه انتقام. يلا كيف تقص قصة انتقام؟ انتقام. يا اخي حسها تخاف مني. صح ما يدفع عمار ما يدفع والله يا ريت. حس حس جوعتني. الله ياخذ عدوك ايش تاكل؟ الله ياخذ عدوك. اي والله جوعتنا بالله ايش تاكل حس حس؟ تكفى ميت من الجوع والله ما تعشيت. تدري ناصر يموت على اللحم العجين مدري ايش اسمه هذا والله. انا على الاكل هو ناصر والله موجود ما قدرت اتخطى. انا ولا هو عمار؟ هو حس حس. وش لحم العجين؟ انت شو كيف صدتني يا رجل؟ اسمع صوتك لحم عجين. اشق حلقك يا ولد. لحم عجين. اسمع صوت حلقك. شو تقول لهم العراق عاد حلق؟ ايش فيها حس حس؟ ما راح يفصل اذا عاد حس حس فصل معناته راح نبيه. حس حس خلنا نشوف تكفى ايش تاكل. تكفى يا حس حس يا بعد وجهي ايش تاكل؟ والله طماطم ورن ورن. تكفى خلنا نشوف. والله جوعني. وين اللحم العجين عمار؟ عمار تطلع اشاعات على الرجال. مو اشاعات هو ياك. انت ما تاكل لحم عجين؟ اكل بس هاي طماطم. لحم عجين ابو فهود يهمين. شوفنا شنو طماطم مو لحم عجين. حش يروح يجيب لحم عجين معود. لا تفضحنا. الله يخلع عدوكم. والله جعت قسما بالله جعت. حطه في الثلاجة. تكفون يا الربع. يلا نسمع قصة ولا أغنية؟ يلا وين يعرف شنو تبون؟ أثماني حبيب أخوك منور يا عمري. أنت شو تبون أني أعمل؟ يقولون انقطع النت. ناصر قال قصة كيفك؟ عمار انقطع النت عندكم؟ لا انا بدبي بس والله بيقولون ينقطع لانه انا اعرف الامتحانات بس ما ادري اليوم ينقطع ولا لا. يقوم بعد اربع يفصل بعد عشر دقيقة. زين اللي يكتبوا لي العراق فصل النت. طيب انتم عراقيين شلون انتم فاتحين؟ ما فصل ما يفصل ما يفصل. عشر دقائق. ها؟ لا لا ما يفصل ما يفصل. عشر دقائق وشو؟ غيرون في بي ان. لا لا ينقطع فد كل ينقطع. ليش؟ على مد الاسئلة لا تتسرب ما الامتحانات. الله يرحم الوالدة. والله عشان امتحانات يقطعون النت. أول مرة تمر عليه في الأسئلة. فهمت شلون؟ القشة يقشون في الاس ام اس يكتبون بعد. ها اي بالستة ينقطع. بالستة بالستة ولا الأربعة؟ اس ام اس حتى ينقطع بالستة ونص. لا بالستة ونص. ها بأربيل بستة بس يمهم حسام يمكن بغداد ومحافظة ثانية بالأربعة ما ادري. هذه مو حبيت انا. يلا احكي قصه ديمت. يلا تبون قصه؟ نعم اي تمام. في واحد برنسس تمام امير برنسس. في واحد برنسس وفي واحد وحش. هذه وحش هو يخوف كل الناس بس هو كتكوت. بعدين هذه برنسس تمشي في الطريق تشوف الوحش بس هذه وحش يشوف برنسس يصير عاشق عليها. بس هذه برنسس عشان تخاف من وحش مش تجي جنبه. بعدين هي برنسس تمشي في الطريق وهذا الوحش خلفته يمشي
هذا فرنسيس يتخاف. ايه تمشي شوي تاني هذا وحش دائما خلفه خلفه يجي يجي. تبغى تقول ايش تبغى انت؟ انت مو عندك ادب مدري شنو يوسف علي. ايه سبع على وحش هذه وحش زعل. بعدين بعدين يجي يوم هذه برنسيس تمشي في الطريق و وعاملي شوبينج مدري شنو. اجى واحد حرامي ايه سرق كل شيء اللي برنسيس اشتريتها كله انسرقوا حرامي. هذه وحش يمشي خير برنسيس. برنسيس قالت اوه هذي حرامي هذي حرامي سرقني سرقني. كل حدا مو قرب عليها بس هذا الوحش قرب لانه هو كان يحب برنسيس. هذي برنسيس والله حرام عليها. بعدين هذي وحش لح هذي حرامي مسكه. بعدين اخذ كل شيء حتى على برنسيس. بعدين برنسيس صارت عاشق عليه بعدين زوجون. برنسيس نعم نعم برافو دمت شكرا عمار. خذ حصانة عمار قلنا لك غني 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 قلت لك غني ناصر الناس لا شوك جزل والله شوك جزل شوك جزل شوك جزل صاف قل دمت صاف قل دمت. الناس الطبيعية تسمع قصة وتنام. إذا ديمت عدت قصة ما حد ينام. ظلت العكسة كم الموضوع وين؟ ما شاء الله يلا شكرا القصد الحلو. شكرا ما قصرتوا. حس حس عمار دمت الله يحفظكم ويحفظكم الغالينكم ويا رب تكونون بخير وإن شاء الله دائما دائما مبسوطين في الدنيا والله يحفظكم ونشوفكم على خير إن شاء الله. أحلى قصة وأحلى ناس. تحياتي وتقديري. تحياتي واحترامي وتقديري. غني غني الكاظم ايش فيك يا ربع. والله يا عمار صوتي مو حلو وما عندي شعر اللي يقول احس حس احكامه غريبه عجيبه. جبنا البومات انا وانت بالشيء. يا اخي السياره غير ما في تصوير يا اخي اخذ راحتي. ما حد يصور مقطوع الانترنت روح مقطوع الانترنت. المصممين كلهم من بغداد كلها مقطوع الانترنت. حس حس ما اقدر اغني قول ليش. ليش ظلام كيف؟ لا حس 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 اتمنى لو اني احول. قل ليش. ليش عشان اشوفك مرتين. تحيات سلطان العنزي. يا حبيبي يا سلطان يا ولد كل الشعراء كلهم بالكلام هذا. يا ولد اعطاني فكرة قصيدة والله قال اتمنى تكون اكون حول عشان اشوفك مرتين فكره قصيده. طيب والله يبي لها ماكدونالدز الحين. لا محافظ على الجيم والله. الله لا يوفق عدوك يا حس حس. عمار ما جعت انت؟ يلا يا شباب انا انت اروح انا اكمل معك. يلا استودعكم الله. حس حس حصانه يا ربع. حس حس حصانه. يلا حصانه مو مشكله. يلا سلام عليكم جمعت عمار. حس حس الله يحفظكم. مع السلامه الله.